مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب أولا بدكتور القس أشرف عزمي أهلا بيك أهلا وسهلا بيك أسيس أهلا بيك ومنتظرين النهاردة تكملة مع أعزائنا المشاهدين متابعين حلقات عبر الكتاب اللي كان معانا بسرعة في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن والكلمة صار جسدا ممكن نبتدي من مكان موقفنا كنا وقفنا عند حتميه التجسد م. وبدانا بايه آه في الموضوع ده كانت عبرانيين 2 14 آه وحضرتك آه كنت بتكمل معانا آه ممكن ناخد ملخص سريع آه. عن ما سبق وندخل م. في في الايه آه آه، الايه دي في عبرانيين 2 12 آه 14 بتتكلم عن لماذا كان ينبغي ان يسوع المسيح او الكلمه يصير جسدا كويس فبتقول ايه؟ فبتقول اذ إيه؟ فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم وقلنا ان اللحم والدم هو تعبير عن الانسانيه الكامله م. الانسان كامل م. لحم ودم اشترك هو ايضا كذلك فيهما يعني الرب يسوع صار انسانا كاملا م. ليه بقى؟ لكي يبيد بالموت يبقى مش ممكن هيموت إلا إذا كان إنسان كامل يعني يعني لو رب يسوع أقل من إنه إنسان كامل يبقى تمثيلية فكان كامل. لابد إنه يبقى إنسان كامل آه. لكي ما يزق الموت من أجل كل واحد بمعنى انسان كامل ان يكون انسان جسديا كامل بالظبط ولا انسان كامل في كل شيء لا لا لا، انسان كامل قصدي اقول انه آه. لحم ودم الانسانيه بتاعته او الجسد اللي خده جسد انسان كامل لا يقل عن اي انسان موجود على هذه الارض الشيء الوحيد اللي بيفرق يسوع المسيح من اي شخص اخر هو انه بلا خطيه، لكنه جسد، لحم، ودم، اعصاب، عظم، عين، كل حاجه، لحم ودم، طبيعي. ملموس، يعني كلمه ساركوس جسد يعني جسد 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 لابد انه يبقى واخد الجسد الكامل الجسد الكامل كما ذكر رائع ليه بقى؟ لكي يبيد بالموت م. لانه هو هيموت اه فلابد انه ينوب عني اللي ينوب عني لابد انه يكون واحد مني يعني ما ينفعش ملاك يموت عن الناس كويس فلابد ان هو يكون نائب عني بس عشان ينوب عني لابد أن يكون واحد مننا زينا بنفس مواصفاتنا بنفس مواصفاتنا لكنه بلا خطيه ده الفرق الوحيد ده الفرق الوحيد مم. فبالتالي الرب يسوع ولد من عذراء تجسد ودي حتميه التجسد لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ذاك الذي له, له سلطان, سلطان الموت. الموت ودي واحده من اهم الاسباب اللي جاء لاجلها بالظبط لانه هو العدو الاول للبشريه كان الموت نتيجه الخطيه وعصيان ادم وسقوطه ثم الموت دخل الى العالم بالظبط وعشان كده لما نرجع مثلا الى نص اخر خليني ارجع الى متى آه 16 احنا عارفين يمكن القصه دي كلها اه يوم الرب يسوع آه كان في قيصريه في لوبوس وسال التلاميذ آه من انا وبدا التلاميذ يجاوبوا مم. كويس و إنجيل متى إنجيل متى أصحاح 16 16 عدد ابتداء من عدد 13 لكن أنا يهمني طبعا لما بطرس قال الاعتراف العظيم بتاعه قال أنت هو المسيح ابن الله الحي ورب يسوع مدح بطرس وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلنا لك لكن أبي من أبي الذي في السماوات إلى آخر الجزء ده النص الكتابي ما وقفش هنا النص الكتابي راح عدد 21 يقول الكتاب ايه يقول من ذلك اليوم او من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من شيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. كويس؟ ف فبطرس اول ما سمع كده، بطرس صاحب الاعلان العظيم، انت هو المسيح ابن الله الحي. بطرس اول ما ربي يسوع بدا يتكلم انه لابد انه يذهب الى ينبغي ان اذهب الى ينبغي انه اتألم، ينبغي اني اصلب، ينبغي اني اموت، ينبغي انه وفي اليوم الثالث يقوم. بطرس خده على جنبه، قال ايه؟ بطرس يقول فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره حاشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثره لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس يعني بطرس صاحب الاعلان العظيم اللي لسه اعلن اعلان من الآب عن أن المسيح ده هو ابن الله كويس المسيح ابن الله ربي يقول له اذهب عني يا شيطان ليه؟ لأنه غرض الله من فداء الإنسان أنه هذا الفداء هيكون بطريقة وحيدة بسفك الدم فبدون سفك دم لن تحصل مغفرة ولن يسفك الدم لو المسيح أقل من كونه جسدا كاملا لم يموت لذلك انتهر انتهر بطرس لان بطرس اهتم بما لنفسه وليس بما لله هو بطرس لم يدرك انه خطه الله من مجيء المسيح هي الموت هي اللحظه دي هي اللحظه دي فبالتالي بدا يقاوم الرب يسوع انه ما يعملهاش ينتهره ورب هو قال له بطرس إن... مش عارف انه هو بيتكلم بلسان الشيطان بالظبط ورغبه الشيطان ما هي دي رغبه الشيطان انه يوقف المسيح انه يذهب للصليب م. من لحظه ولادته انه انا لو قتلته وهو طفل اخلص انتهى الموضوع آه. طب اعمل ايه؟ ما هيرودس حبيبك اقتله على الصليب اه هير... لا قوم عليه هيرودس الاول م. فاكر لما لما هيرودس عرف الخبر انه المجوس جم وراحوا سجدوا للملك أه وبعدين الملاك جالهم في حلم قال لهم ما ترجعوش تاني لهيرودس اطلعوا من طريق اخر فهرودس غضب عمل ايه؟ قتل كل الاطفال اللي في بيت لحم من من الميلاد وهو بيطارد الطفل يسوع ليقتله عشان يوقف الصليب وفي لحظه الصليب برضو كان بيواجهه بالموت يس ده بالظبط وحتى التجربه كانت التجربه انه المسيح يفشل عن ان يكون المخلص او النائب البار القدوس الذي ينوب عن البشر. يعني 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 اذا 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 فشل الرب يسوع في تجربته على الجبل ما كانش هيبقى نائب عن البشر. فهو بيحاول كل طرقه انه يقاوم ذهابه للصليب وموته على الصليب. اه يعني وده وده علشان هل هل ده علشان ابليس عارف ما بعد الصليب ماذا سيصير للانسان طبعا لانه اللي اعتقد ابليس انه اتخلص من المسيح هو نفس اللحظه اللي اتهزم فيها وسحق على عود الصليب يعني ابليس كل فكره انا مجرد ان انا اقوم الرؤساء الكهنه والكتبه والسلطه الرومانيه ويهوذا و و و يخون و والمسيح يسلم ويموت انا خلصت منه ده ظن ابليس ده ظن ابليس وهو لا يعلم ان دي خطه الله منذ الازل هو لا يعلم انه 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 المسيح رايح بارادته بالظبط هو قال لي سلطان انا ضعها قال لي سلطان انا اخذها ايضا أوه. يعني و ودي يعني أوقات كتيره البعض بيتكلم عن إبليس مم. دي خليني نقطة ممكن أوضحها شويه اتفضل يعني في بعض الناس حتى بعض الوعاظ لما مم. يبداوا يتكلموا عن إبليس كأن إبليس ده مثلا يعني عارف كل حاجه قادر على كل شيء غير محدود وده كل تعليم غلط طبعاً. إبليس لا يعرف المستقبل إبليس يقرا المستقبل إبليس عارف الكتاب المقدس أحسن من أي شخص آخر طبعا كويس مكتوب. لكنه لا يعرف المستقبل ابليس ليس كلي إيه المعرفه وليس كل إيه العلم وليس كل إيه الوجود لأن دي صفات الله بالظبط فبالتالي فيما كان يظن انه انتصار كان الانسحاق له بالصليب وده يقودنا للنقطه اللي جايه اللي في الآيه اللي احنا الاساسيه بتاعتنا مم. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم عايز أقف عند الجزئية دي إيه عايزين نوضح يعني تفضل يعني إيه لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم لما اللي... اتكلم هنا عن موت المسيح م. الموت صار على الجنس البشري وهو حكم الله على البشرية م. على الإنسان كإنسان آه. فلما حكم الله ده صار ما صارش على الملائكة صار على مين؟ على البشر على البشر فاللي كانوا عايشين خوفهم من الموت هم مين؟ البشر فهنا بيكلمني على انه المسيح حرر البشر من الخوف من الموت اعتقهم من الخوف من الموت طب ده النهارده ممكن حد يقول مثلا طب انا بعد المسيح اهو وبعيش في العهد الجديد ومؤمن ممكن اكون مؤمن ومخلص ونلت الحياه الابديه بس بصراحه يعني بصراحه اتكلم باللي القلب مم اللي بيدور جوه ناس كتير مم. انا ما بسمع كلمه موت بخاف كويس ومؤمن بالمسيح يا <applause> 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 <Yeah>. <أه> الخوف من الموت شيء طبيعي مش حاجه آه. لانه بس في فرق ان انت بتخاف من الموت لانك مش عارف رايح فين اه وفي فرق ان انت بتخاف من الموت لانه هيفصلك عن الاحباء اه دي نقطه يعني يعني اي مؤمن لما بيفكر في الموت بيفكر انه هيفصله عن اولاده احفاده زوجته مراته جوزها يعني كل ما يربطه هنا. كل ما يربطه و و والانسان كائن اجتماعي مم. يعني في مشاعر وخلق ليعيش وخلق ليعيش بالظبط فبالتالي الخوف من الموت بيكون آآ آآ حزن على على الترك ده ما يعني فيهوش مشكله ده ما فيهوش مشكله مم. لكنه المشكله الاكبر بقى لو انت مش عارف رايح فين <applause> اه دي ك... لا دي مشكله ثانيه <applause> <دي. تصفيق> يعني يعني دي, دي, دي الطامه الكبرى لو انت مش متاكد رايح فين وده ودي وده اللي بيميز الإيمان المسيحي عن عن خلينا نقول الإيمان الإسلامي. امم. إنه المسلم يعني لا يسلم من مكر الله حتى لو رجله جوه الجنة ورجل التانية بره. يعني يعني ممكن يبقى رجله دخلها جوه الجنة ورجله التانية لسه ما دخلتش ربنا ي... هو مش عارف. مش عارف راح فين. أما إحنا مؤمنين إحنا عارفين ليه؟ لأن الرب يسوع قال إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أما أنا فقد أتيت لا لهم حياة ولا يكون لهم أفضل أنه حيث أكون أنا تكونون أنتم مم. يعني آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتأكد لي أنا رايح فين يعني أنا مش منتظر لسه آآ آآ أموت عشان أعرف انا ايماني بالرب يسوع اعلن لي واكد لي من الكتاب المقدس انه 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 المؤمن انا هو القيامه والحياه ومن امن بي ها سيحيا سيحيا يعني هل يا ابونا نقدر نقول انه مجرد ان اعرف هذه الحقائق وانا مسيحي وبروح الكنيسه وهذه الوعود والايات المليانه بالضمان الأبدي ليا بمجرد إن أنا أقبل يسوع مخلص شخص لحياتي. هل بمجرد المعرفة تضمن لي إني أكون ضامن من هنا إني هغمض عيني هنا هفتحها فين؟ ولا مش هفتحها خالص؟ ولا مصيري إيه؟ ولا ده محتاج فوق المعرفة إعلان خاص للقلب، إعلان خاص يعلنه الله ليه؟ هو طبعا الإيمان المسيحي آه لما بنقبل الرب يسوع مم. مخلص بيسكن فينا الروح القدس والروح القدس بيشهد لأرواحنا ففي هناك شهادة زي ما قلت داخلية لكن الروح القدس هو اللي كتب الكتاب المقدس هو اللي ألفه انه كتبه أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس كل كتاب موحى به من الله هو أنفاس الله مم. فاللي الكتاب المقدس هو الروح القدس. والاعلان الروح القدس هنا ما بينقضهوش مم. وما بيغيرهوش. فكل ما قاله الرب في الكتاب صدق وحق. نعم. فبالتالي انا كمؤمن يمكن محتاج اعرف الكلمه انمو فيها. مش كده يقول لتسكن فيكم كلمه المسيح بقى. بغنى يعني يا بخت المؤمن اللي بتسكن فيه كلمة المسيح بغنى. يا بخت المؤمن اللي بيكون بيعرف كلمة ربنا عشان ما يكونش محمول بكل ريح تعليم. واحد يقول له مش عارف ايه وواحد يقول له ايه. في مؤمنين على فكرة كده بيبقى عارف الرب بس هو ما نماش في الكلمة. معرفته بالكلمة بسيطة جدا. فواحد يقول له شمال يقول له شمال، واحد يقول له يمين يقول يمين. يعني يمشي وراي مين. إنما ما أجمل المؤمن اللي اللي اللي, اللي, اللي بيجد كلام الرب. وبيلهك في كلام الرب وبيتعمق في كلام الرب وبيفهم كلمه الرب و... ومتمسك بوعود الله اه يعني... رائع في تكمله الايه بيقولوا من ثم كان ينبغي ان يشبه إخوتك. اخوته في كل شيء م -م. لكي يكون. يكون رحيما مين اخوته؟ كويس ويشبههم في ايه؟ هو طبعا لا. كلمة اخواته ممكن تعني الجنس البشري كله م. كويس وزي ما احنا قلنا انه هو اشترك يعني لما نيجي للايه اللي قبلها أو. اللي هي ابتداء من عدد عشر لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو ات بابناء كثيرين الى المجد ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام لأن المقدس والمقدسين المؤمن المقدس والمقدسين إنه يسوع بيقدسنا هو المقدس وإحنا في سرنا إيه قديسين إحنا مش مش قديسين بعيدا عن المسيح فالمقدس جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحق أن يدعوهم إخوة كويس قائلا اخبر باسمك اخوتي, أخوتي. وفي وسط الكنيسه أسبحك. اسبحك وانا ايضا اكون متوكلا عليه وهو في انا والاولاد الذين أعطانيهم الله. الاولاد بقى هنا دول المؤمنين كويس فممكن تيجي بمعنى المؤمنين بالمسيح وممكن تيجي بمعنى كل الجنس البشري. الاولاد اه يعني المؤمنين المؤمنين او الجنس البشري يعني الاثنين الاثنين آه. فهنا لما يقول لانه حق لانه حقا ليس يمسك الملك بل يمسك نسل ابراهيم من ثم كان يش كان ينبغي ان يشبه آه. اخوته اخوته المؤمنين البشر البشر اللي صاروا مؤمنين كل من كل من شابهه شابهه المؤمن آه. بالرب يسوع آه. من منين من البشر لذلك يقول بكر بين اخوه كثيرين آه. فهنا يقول من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ودي دي نقطه اخرى في تجسد المسيح ليه المسيح يتجسد؟ لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا الله قبل التجسد يعلم كل حاجه عننا كل حاجة هو يعلمها يعلم الماضي والحاضر والمستقبل أكيد يعلم آلامي يعلم صراعي يعلم أمراضي أتعالي. أمراضي يعلم كل حاجة م. زي الملك م. اللي يبقى عايش في أسره هو عارف الرعية كويسة قوي عارف اللي بيمر بيه لكن امتى بقى يبقى أكثر رحمة وشفقة عليهم لو جه في مرة وراح لبس لبس الفقير وساب القصر بتاعه وراح عاش معاهم في بيوتهم اللي من صفيح وقش واكل اكلهم وشرب ميتهم اللي مش نظيفة ونام نومتهم و... ونام نومتهم وعانى معاناتهم مم. كويس هو يعلم كل حاجة كملك لكنه اختبر دوّن عن تجربة عن تجربة يعني ما يقول لك اسال مجرب بالضبط مش واحد عارف وده اللي عمله التجسد، تجسد بالتجسد صار الله في المسيح يسوع فيما هو قد تالم مجربا المسيح رفض المسيح اتخان يهوذا خانه المسيح سلم من اقرب الناس اليه المسيح, المسيح عليه المسيح افترى عليه المسيح ظلم المسيح جابوا له شهود زور المسيح اتحكم عليه ظلما المسيح جلد المسيح كان ليس له اين يسند, يسند راسه راسه فقير فيما هو قد تالم مجربا يقدر يقدر ان يعين المجربين وده الايمان المسيحي اللي بيديه ان الله الله في الديانات الاخرى بنسميها ترانسندنت يعني ايه ترانسندنت ثاني كده عالي منزه منزه بعيد هو في حاله وانا في حالي هو بس كل اللي بيقوله اعمل لي دي واعمل لي دي واعمل لي دي واعمل لي دي ويمكن انا يعني بعملها خوفا منه انا مش بعملها حبا فيه فهو منزه وحاسس طول الوقت انه بيراقبني بالظبط ومستنيني على غلطه ومنين ما هقع هلاقي فوق راسي اللي... وهو مش فاهم اللي انا بمر بيه هو لا هو جاع ولا عطش ولا كل الحاجات دي انما بالتجسد الله الترانسندنت ده صار ايمننت صار قريب قريب بيقعد مع تلاميذه وياكل محب للعشرين والخطاة آه محب آه. للعشرين والخطاة للإنسان للإنسان الضال البعيد آه بيسمع صلواتهم م. بيشعر بأنتهم آه بيشفق عليهم ويتحنن عليهم حاسس بيهم حاسس بيهم وده ده ده اللي ده اللي بيميز الايمان المسيحي يعني يعني آه. عشان كده حتى المسلم اللي بيختبر المسيح يقول لك انا 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 كان عندي نظره على الله مشوهه مشوهه نظره وحشه اما في المسيح يسوع فعرفت الله عن قرب اختلفت نظرتي الله ما بقاش بالنسبه لي اله آه عايش في في برج عالي وبياكل كرواسو كل يوم <applause> و... وانا مش لاقي اكل و... وبيشرب ميه معدنيه وانا بشرب من يعني الملايكه حواليه و... يعني أ... عارف يعني ز... زي, ما ملكه مش فاكر انهي ملكه في اوروبا زمان لما كانوا بيشكلها عن ملكه فرنسا قبل الثوره يمكن أوه. بيشكلها عن المجاعه والظلم الاجتماعي و... وبيقول لها بيقولوا لها الناس مش لاقيه تاكل قلت لهم ليه ما عندهمش يعني توست يعني عايش فين و هم أساسا <applause> مش لاقيين أكل يعني فالفكرة إنه الله مش كده، الله حاسس بيا عارف معاناتي عشان يوم ما أقول أنا تعبان يقول لي حاسس بيا بالظبط يوم ما يجيني وأنا ويوم ما أكون على فراش المرض يجيني أها ويقول لي ما أنا كمان خد يتقلب. وضع عليه إثم جميل وضع عليه إثم جميعا جميعا بالظبط وكل الآثام والأمراض والأوجاع والأتعاب وده شيء يشجعنا طبعا أساس. طبعا ويخلينا نروح له طبعا وإحنا مطمنين طبعا عشان كده لما نيجي نتكلم عن التجسد التجسد حتمي لانه زي ما قلنا انه كان لابد ان يشترك في اللحم والدم عشان يحرر يحررنا كمان واحده من الحاجات المهمه قوي في التجسد انه بدون التجسد انا ما اعرفش الله معرفه حقيقيه اه يعني في آيه في إشعياء بيقولها ال يعني إشعياء عن الرب بيقول له إيه؟ بيقول له أنت محتجب يا الله م. محتجب عارف يعني إيه محتجب؟ يعني بيننا وبينك حاجز ورا الستارة و. أنا ما أقدرش أدخل ورا الستارة دي م. أنت في حتة وأنا في حتة وهل دي كانت فعلا الصوره؟ آه. لكل دي الصوره بقى اللي كانت لليهود قبل المسيح اللي هم عندهم امتيازات كتيره اللي هم عندهم يعني آآ آآ تابوت العهد اللي هم عندهم الانبياء اللي هم عندهم اعلان الله اللي هم عندهم كل الحاجات دي يقول له انت محتجب اه انت انت بتعلن نفسك لينا بس انت محتجب يعني محدش يقدر يدخل الا رئيس الكهنه ومره في السنه ويعني ورعب وجبل مدخن ويعني ونار وصوت مرعب أنت محتجب يا الله فالله بالنسبة لليهودي محتجب بالرغم من كل الإعلانات بتاعته مم. كويس لكن لما يجي بولس الرسول ويتكلم عن الأمم في أعمال 17 يوصف الله بالنسبة لهم بصورة أخرى مش محتجب يقول لهم الإله المجهول المجهول فالله بالنسبة لليهودي محتجب الله بالنسبة للأمم إيه؟ مجهول مجهول هم هم بيعبدوا الأوثان وعاملين لكل الآلهة اللي يعرفوها تمثال ومعابد م. وقالوا لحسن يكون في إله كده ما نعرفوش ما نعرفوش فاحنا نعمل ايه معبد للاله دون المجهول ونطلق عليه معبد الاله المجهول هل الدرجات دي فعلا مفيش اي حاجه في الكون بتشير انه في خالق وفي عمل غير انساني في الكون القمر الشمس لا في الحاجات دي كلها موجوده يعني الاعلان اعلان الله عن نفسه آه بينقسم الى قسمين م. في اعلان بنطلق عليه الاعلان العام جنرال ريفيليشن جنرال ريفيليشن واحده من حاجاتها الطبيعه الله بيعلن عن نفسه من خلال الطبيعه م. انه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي زي ما بيقول مزمور 19 لكنه لما تيجي للطبيعه أظهر الطبيعه اظهرت صفات معينه في الله اظهرت سرمديته وقدرته لكنه ما اظهرتش يعني آه خطته للفداء يعني اظهرت سأ... الخالق اظهرت الخالق آه. لكن اعرف ايه بقى عن الخالق ده مم. طب اعرف عن رحمته مم. اعرف عن آه غفرانه قلبه اعرف عن قلبه مم. اعرف عن خطته شخصيته اعرف عن افكاره هل هي خير وسلام ولا لا مم. كويس ده ما اعرفوش نقدر نقول شخصيه الله شخصيه الله آه. فبالنسبه للعهد القديم زي ما قلت الله مجهول مم. بالنسبه لل... لل... للامم بالنسبه الله مهج... محتجب محتجب لليهود الله مجهول, مجهول بالنسبه للامم طب ازاي نعرف الله؟ مم. ازاي؟ ده ده لا يستطيع احد ان يرى الله ويعيش ده يوم ما موسى قال له ارني مجدك مم. قال له ما يا موسى تشوف مجدي انا بس هاوريك حاجة واحدة من من مجدي أجيدوا كل جودتي أجيزوا كل جود يعني هتشوف بس جزء من صلاحي جزء من صلاحي ما تقدرش تشوف الكل وحتى حطه في صخرة وخباه عشان ما لأنه لا يستطيع أن يحتمل فلا يستطيع الإنسان أن يعرف الله الله أكبر من قدرتنا وإمكانياتنا نحن نعرف طب عرفه إزاي في وجه يسوع المسيح الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره, جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته من رأني فقد راى الاب, الآب انا والاب واحد وعشان كده شفنا محبه الله في المسيح شفنا رحمه الله في المسيح شفنا شفقه الله في المسيح شفنا قلب الله نحو الخاطئ في المسيح شفنا بر الله وقداسه الله في المسيح حكمه شفنا الله حكمه الله, الله كل شيء محتاجين نعرفه عن الله شفناه في المسيح لمسناش كده لما يجي يوحنا الذي رأينا يوحنا الحبيب يقول لنا في بداية رسالته كلمات جميلة يعني يقول ايه يقول ابتداء من أصحاح واحد وعدد واحد الذي كان من البدء زي ما زي ما كتب في انجيله انه في البدء كان الكلمه فيقول الذي كان من البدء الذي سمعناه احنا ودننا سمعته وسمعته وهو بيقول طوبى للحزانه احنا سمعناه وهو بيقول احبوا اعدائكم احنا سمعناه وهو على الصليب بيقول يا ابتا اغفر لهم سمعناه احنا سمعناه الذي سمعناه الذي رايناه ها بعيوننا احنا شفناه الذي شاهدناه ولمسته ايدينا عشنا معاه يعني بياكد رايناه وشاهدناه ولمسناه يمكن واحد اه بس بياكدها بت... بت... بتعريف بالزبط. تاني انه شاهد وعاين يعني وبعدين يقول الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا يعني يوحنا بيقول تأكيد التأكيد انه عشان كده يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر ظهر في الجسد يعني حضرتك الحلقة اللي فاتت دكتور أشرف كنت بتقول انه كانت في هرطقات كثيرة جدا حوالين تجسد المسيح <applause> ومن ضمن الهرطقات دي انه كان هلامي مش موجود يبقى هنا وفجأة يبقى في مكان تاني مم. لكن اللي, اللي بيقوله يوحنا ده قاطع ولا يدعو مجالاً لا يدعو مجالا للشك شك لأنه شاهد عيان لأنه شاهد ورأى ولمس بالزبط. وسمع بالزبط كل الحواس اتعاملت مع الجسد ده الحواس البشرية ده صح, صح. وده رد وعشان كده يعني أهمية دوّن إيه؟ اللي عايز يعرف ربنا مم. ربنا موجود متاح شخص يسوع المسيح اللي عايز يختبر الرب شخص يسوع عشان كده النهارده لما حتى الملحدين او او بعض الاخوه اللي هم يعني كانوا في الاسلام وترك الاسلام او ترك الالحاد ويقول يا رب انا مش عارف اظهر لي ذاتك انا انا مش عارف مش عارف اذا كان انت موجود ولا مش موجود يجد يسوع المسيح جاي له في حلم وظهر له وبيكلمه ويعلن ليه ويعلن ليه وتتغير حياته لانه هو الله الظاهر في الجسد لما ظهر لبولس في الطريق الى دمشق وقال له: من أنت يا رب؟ قال له: أنا يسوع. الذي تضطهده. لقاءنا بيسوع هو لقاءنا بالله المغير. الله رح. اللي بيغير. فمش ممكن أبداً أتغير لو أنا بعيد عن المسيح. مش أتغير. ومش ممكن أعرف الله معرفة حقيقية إلا في شخص يسوع. إلا في شخص يسوع. ومش ممكن افهم طرقه ومش ممكن افهم مقاصده الله ايه في حياتي وحياه الكون وحياه ولا حكمته ولا بره إلا ولا من من الا من خلال الا من خلال يسوع عشان كده من له الابن له الحياه مم. وانا بدعوك عزيزي المشاهد فعلا مم. امين امين انه تعرف يسوع المسيح مم. تعرف يسوع المسيح الكلمه الذي صار جسدا يمكن مش راضي على حياتك يمكن مش عارف تغير نفسك يمكن كل ما تريد أن تفعل حسنة تجد الشر حاضر قدامك بس هناك خلاص وفداء وحياة جديدة شخص يسوع المسيح أمين أمين وبضم صوتي لصوتك وبقول لكل واحد قاعد دلوقتي بيقول أنا عندي أسئلة كثيرة جدا مش فاهمها عن الله بكل بساطه روح يسوع المسيح. امين. الجزء الثاني بقى احنا لسه بنتكلم في الحتميه صح؟ احنا لسه في الحتميه ولسه في <applause> الايه الدسمه الجميله اللي احنا واقفين عندها <applause> اللي لو حد مش تاه مننا احنا <applause> في عبرانيين رساله العبرانيين في العهد الجديد اصحاح 2 عدد اربعه من عدد <applause> 14 لعدد 18 <applause> ودلوقتي واقفين عند اخر جزء فيها تفضل أسيس أنه المسيح يسوع تجسد قلنا لأنه من حتمية التجسد يعني آه. دلوقتي قلنا أنه يعلن الله ثلاث حاجات أه. عشان نلخص اللي فات قلنا ثلاث أسباب أه يحتموا على الله أن يتمم التجسد في المسيح أه ليعلن لنا أولا من هو الله yeah. ل... ثانيا ليكون ذبيحة كفارية mm. وثالثا ليكون رئيس كهنة رحيما mm. ودلوقتي في آخر نقطة أو آخر حتمية آخر نقطة موجودة في بطرس الأولى أصحاح 2 رسالة بطرس الأولى آه رسالة بطرس الأولى أصحاح 2 أصحاح 2 عدد وفي عدد 21 21 mm. آه بيقول لنا ايه بقى فيها م. بيقول لنا ابتداء آه من عدد واحد وعشرين لانكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم لاجلنا م. ليه تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته المسيح تالم من اجلنا تاركا لنا مثالا. الشيء اللي بنفتقده كثيرا في العالم النهارده هو القدوه. القدوة مثال ويا بخت الانسان اللي اللي بيشوف قدامه انسان قدوه تبقى حياته مختلفه عن الانسان اللي فقد ثقته بالناس. المسيح بالنسبه لنا احنا هو المثال م. مثال الحياه ومثال القداسه ومثال التحمل الالم مثال للتعامل مع الاعداء اللي بيبغضونا ويكرهونا ويزونا، مثال في كل شيء مثال لمن وضع تحقيق مشيئه الله اولا في حياته فمن خلال حياه المسيح يعني في في طبعا لا توجد مقارنه يعني سامحوني اعزائي المشاهدين فعلا لا توجد مقارنه واي مقارنه ما بين المسيح وغير المسيح واقصد بهنا يعني غير المسيح سواء كان رسول الاسلام او غيره اي مقارنه موجوده مقارنة مش عادلة مش عادلة ما ينفعش تحط مقارنة لأنه بسيرة هذا يتم القتل والذبح وبسيرة هذا توجد حياة وبر وقد يعني إذا أردت أنه ترى الإرهابي الإرهابي هو شخص أراد أن يتبع مثل الأعلى في كل شيء فأنتج هذا إرهابي يرفض الآخرين يرفض فكرهم يرفض قبول أي وجهة نظر أخرى ينظر للآخرين على أنهم كفرة كل هدفه أنه يقتل ويذبح باسم الله ينهب يبيع سبايا ياخد النساء كسبايا كل دون موجود ليه؟ لانه اراد ان يتبع مثل اعلى بتاعه اما احنا فالمثل الاعلى مختلف مثلنا الاعلى هو الكلمه المتجسد اللي كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس الذي أحب وأعطى وبذل وأظهر شفقة وتحنن م. الذي اهتم بالأطفال والنساء والمظلوم والأعمى والأعرج والأبرص والأصم يعني ده المثل أعلى فتاريكا لنا مثالا من خلال حياته نتبع. على الأرض صار لنا مثال نتبع خطواته عشان كده كان لابد انه يتجسد. أنا محتاج أشوف هذا المثال. يعني الله شاف إنه ما فيش نموذج يقدر يكون مثال كامل للبشر. طبعًا. يحتزوا بيه ويشوفوا فيه الله ويشوفوا فيه مقاصد الله ليه، ويشوفوا فيه رحمته زي ما قلنا ويشوفوا فيه محبته وغفرانه وكل ما فيه الله من جمال. لذلك كان كان لابد ان يترك لنا مثالا نحتذى به ونسلك فيه. وبكده نكون يعني عندنا اربع طبعا هي اكيد في اسباب كتير اكيد احنا بنحاول يعني بس بنتكلم على الاساسيين احنا بنحاول نقول اهم انجاز التعبير اسباب لتدفع الله الى المجيء الى عالمنا والمجيء في الجسد بالتحديد في الجسد والجسد زي ما كنا بنقرا في الايه دم ولحم دم ولحم قلنا ليعلن لنا عن الله ومن هو الله وليكون ذبيحه كفريه ثلاثه ليكون رئيس كهنه يشفع لنا وفينا عند الاب رحيم ورابع نقطه قلناها هي ليكون لنا مثالا في كل شيء. صح. حابين ننتقل دكتور أشرف في جزئية الميلاد العزراوي مم. مم. معجزة في حد ذاتها دي إحنا أمام مشهد معجزي. طبعاً. وأعتقد كل الأديان وكل المختلفين مع الفداء و... بس في المنطقة دي بالذات وفي الجزئية بتاعة الميلاد العذراوي بالتحديد بحدش يختلف مم. أبداً مم. مم. عن إنه. يسوع المسيح جاء في من أحشاء مم. ومن خلال هذه الأحشاء العزراوية ودي نقطة الحقيقة مم. يعني مهمة جدا ولكن في سؤال الميلاد العزراوي هو المعجزة العظيمة والوسيلة التي دخل بها المسيح إلى العالم مم. كانش في طريقة غير دي <applause> ليه, ليه الميلاد العزراوي آه ما كانش في طريقة غير دي. طبعاً آه الله يستطيع كل شيء. لا نستطيع أن نحده م. لكن لأكثر من سبب حسب الإعلان الإلهي في كلمة الله كان لابد أن يولد المسيح من عذراء. بعيداً عن زرع الرجل. كويس. أول حاجة تحقيقاً للنبوة قديمة. آه إشعياء 7 14. العذراء تحبل. تحبل وتلد إبنا وتدعو إسمه عمانوئيل. آه مع إنه في كلام كتير مرتبط بهذه النبوة. هو. وأعتقد إنه يعني آه أنا أنا إتكلمت عنها في حلقة من الحلقات. لو جت فرصة ممكن. آه آه لكن لتحقيق نبوه العذراء تحبل وتلد حاجة تانية انه من خلال آدم تم حكم الله بالدينونة على الطبيعة البشرية فكل المولودين من آدم واقعين تحت هذا الحكم أنا ممكن أقول أنا ذنبي إيه طيب؟ أنا ما عملتش اللي آدم عمله. كويس. أنا لو كنت مكانه مثلاً ما كنتش هعصي سؤال. ده سؤال. بيطرح. والبعض بيطرحه. بيتطرح. والبعض بيطرحه. أنا ذنبي بيطرح. 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 إيه أول القضية؟ أنتوا عمالين تكلمونا عن الخطية الأصلية طب أنا ذنبي إيه؟ يعني أنا يعني أبويا يعني... مثلاً عمل جريمة. امم. أه وبعد ما اتولدت وخلفني جيت في الدنيا فعلشان الجريمة اللي هو عملها. مم. القاضي بعت لي في المحكمه كويس <تصفيق> 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 آه، الوضع شويه مختلف أو. ايه احنا 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 بنفكر في الموضوع ده بعقليه القرن الواحد 21 كويس بس لازم نرجع للكتاب اول حاجه لما نتكلم عن الخطيه الاصليه إنه آدم احنا كنا في آدم عندما أخطأ كنا في آدم في آدم وبالتالي أخطأنا مع آدم مم. سواء أردنا أو لم نرد أخطأنا مع آدم لأن كنا في آدم يعني فاعتبرت خطية آدم, آدم خطية للجنس البشري كله يعني وآدم بيخطئ احنا كلنا كنا في آدم في اللحظة دي بنفعل الخطية مع آدم بالظبط كنا كلنا بنخطئ مع ادم فاحنا كنا في ادم لان ادم هو راس العشيره العشيره اه كويس الحاجه الثانيه خلينا اشبهها بصوره اكثر دايما انا بحب المثل ده ما اعرفش كلنا نعرف مثل الابن الضال آه كان عنده اب محب كان عنده ولدين ابنه الاصغر جه وقال له انا مش حابب اعيش تاني معاك انا عايز نصيبي من الميراث وامشي فالاب في محبته اعطاه نصيبه من الميراث وذهب وراح الى كوره بعيده وبذر كل امواله مع الزواني والخطاه وخلصت فلوسه وقعد يشتغل مش لاقي شغل اشتغل في اماكن حقيره جدا وكان يشتهي حتى الخرنوب بتاع الخنازير بعدين في مره وهو قاعد قال انا ايه اللي انا بعمله ده؟ رجع الى نفسه والى عقله ايه اللي انا بعمله؟ كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز؟ يعني ابوي عنده عمال كتيره الاكل زياده وانا هنا قاعد مش لاقي اكل اقوم واعود اليه الى ابي دي القصه بتنتهي كده صح؟ انا في فهم للخطيه الاصليه هاخد المثل ده ومش هبدل فيه <تصفيق> 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 أنا لا أبدل المكتوب لكن هقول هفترض هفترض <applause> إنه الابن دون آآ آآ قرر إنه يستمر بعيد عنه ما يرجعش قرر إنه يستمر في خطيته ولقي واحدة من الزواني اللي هو كان بيعرفهم وارتبط بيها وجاب أولاد وجاب أحفاد طبعًا إحنا ده تخيل ده تخيل إحنا بنتخيل آه. سيناريو آخر بالظبط تمام وجاب أولاد وجاب أحفاد آه ومات مات على الوضع ده مات على الوضع ده مم. أولاده اللي في الكورة البعيدة وأحفاده دول موقفهم إيه من الجد؟ مم. موقف عداء أكيد كويس إيه الفكر اللي هم خدوه عن جدهم؟ كل حاجة وحشة من أبوهم بالظبط كويس؟ إحنا كده كنا في آدم مم. إحنا ولدنا في عالم في موقف العداء من الله مم. ولدنا في هذا العالم في موقف العداء من الله عشان كده إحنا بنصنع الخطية حتى من وإحنا ما لا ندرك إنها خطية يعني إيه اللي علم الطفل اللي عنده سنة إنه يحسد يغير آه. يبقى طماع اناني كذاب مين اللي كسر الكوبايه مش انا؟ مش انا اخويا اخويا الكذب بالظبط مين فمين اللي علم الولاد دول كده؟ ها؟ لانه اتولد في عالم معادي لله فانا وانت اتولدنا في عالم معادي لله معادي لله عشان كده المسيح كان لابد ان ياتي خارج هذا الجنس اه الفادي الذي ينقذ العالم هو هيكون مشترك مع العالم في اللحم والدم لكنه في الاصل من خارج جنس ادم مم. وليس من نسل ادم لكي لا يكون واقع تحت نفس الخطيه والدينونه لذلك يستخدم الكتاب كلمه المصالحه بالظبط في كان في عداوه واحد هيجي من بره زيي وزيك بشر اه بس هيعمل ايه مش هيجي بنفس السكه هيصالحني الطريق إحني. اللي جينا منه كلنا مع بعض بالظبط آه. فدي أول حاجة يعني أتمنى إنه دي تبقى يعني توضيح شوية أكيد تاني حاجة المسيح لابد أن لا يكون بقول ينبغي أن لا يكون امتداد للقديم أو نتاج للقديم يعني إيه؟ المسيح ليس هو نتاج الجنس البشري القديم ولا امتداد لآدم ده هو لازم يكون ادم اخر ها؟ لازم يكون ادم اخر وبدايه جديده كل من ولد من ادم هو امتداد لادم وكل من ولد من ادم هو نتاج ادم يعني امتداد لادم انا وحضرتك بالظبط امتداد للنسل وبالطريقه اللي كل الخليقه جت بيها بالظبط واحنا بنجيب غيرنا وغيرنا هيجيب صح. غيرنا والنسل مستمر بهذا الطريق مهم. ده الامتداد ده الامتداد اما النتاج حضرتك تقصد بالنتاج النتاج انه من نفس ال يعني من نفس الكايند نفس النوع نفس النوع <applause> اه انجاز التعبير كويس آه. ادم انتج اولاد على شبهه فيسوع لا من الامتداد ولا نتاج ولا نتاج كويس لانه كل اللي اتولدوا من ادم على شبه ادم انا ده بالاسم صورت وبالخطيه حبيت بهم مش بعنا سوري يعني مش بعنا انه في علاقه غير شرعيه لكن عايز اقول انه انا الخطيه ملوثاني من وانا طفل ملوثاني انا مولود وانا ملوث بالخطيه يعني نقدر نقول على يسوع ادم الجديد ادم الاخير الاخير هو كتاب بيقول yes. الاخير لكن نقدر نقول من عندنا الجديد اه طبعا يس yes. النائب عن البشريه الجديد الجديد يا yeah. طب ايه الفرق بين الادم الاول و... وادم الاخير الفرق بين ادم الاول وادم الاخير موجود في رومية خمسة آه لو رحنا الى رومية خمسة بيقول لنا عن الفرق ده بكل وضوح وانا حابب انه يعني اوضح النقطة دي من اجل ذلك ابتداء من عدد 12 م. من اجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطية للعالم فبادم الاول دخلت ايه الخطيه كويس احنا لو عملنا جدول آه. يبقى كويس قوي ما أنا عايز يوضح لنا يعني النقطه دي اللي متابع معانا انه انه في ادم الاول م. دخلت الخطيه للعالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع اذ اخطا الجميع, الجميع. لان احنا كنا في ادم واجتاز الموت كل البشرية اخطات بالزبط في ادم كل البشرية اخطات في ادم لذلك يقول الكتاب أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله إذ أخطأ الجميع مفسد. يبقى آدم الأولاني دخلت به الخطية ونتيجة الخطية دخل الموت ونتيجة الموت الموت اجتاز إلى جميع البشر اللي هم مخلوقين ومولودين على صورة آدم م. كويس فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس لقد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم، يبقى يعني اللي ادم تعدي، تعدى على وصية الترانسجريشنز، انه الله قال حاجة انا هتعدى عليها. م. دي الخطية، ده معنى الخطية. التعدي. تعدى كويس؟ ولكن ليس كالخطية هكذا الهبة. يبقى ادم دخلت به الخطية ودخل بالموت الموت. والموت اجتاز إلى جميع البشر، كويس؟ ليس الخطيه بقى، في حاجة تانية اسمها الهبة، هنتكلم عنها فيما بعد. م. لأنه إن كان بخطية واحد مات كثيرون. اللي هو خطيئة آدم آدم الأول. مات كثيرون. فبالأولى كثيرًا، نعمة الله. والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت لكثيرين. يبقى آدم الأول دخلت به الخطية والموت، آدم الآخر دخل آدم الأخير دخلت به كويس؟ اللي هي ازدادت للاخرين عشان تبقى عطيه الله بالحياه الابديه للانسان. وكما ان خطية ادم الاول اماتت الكثيرين فالنعمه بالظبط تحيي كثيرين تحيي كثيرين بالزبط. عشان كده يقول ايه؟ ولكن ليس كما بواحد قد اخطا وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه آآ آآ لان الحكم من واحد الدينوم واما هبه أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت كويس بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية الروح سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح لأنه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا وهنا انت عندك راس للخليقة وقع اللي هو ادم الاول اللي هو ادم الاول فوقعت معاه ايه كل الخليقة كل الخليقة عندك راس جديد للعشرين. يسوع المسيح الجديد آه. ببره صار كثيرون ابرار كل من يؤمن به ينقل من الموت الموت الى الحياة ينقل من انه يبقى تحت دينونة ادم الى انه يعطى هبة الحياة الأبدية ببره وده ده يعني احنا ايه سر معاناة العالم العربي بجانب الناس احنا يعني احنا يعني بجانب ان الانسان العربي محتاج كتير يعني لكن ايه سر اعتقد سر خراب العالم العربي في القيادات طبعا قيادات وفي فساد القيادات في فساد القيادات كل كل الناس تقول احنا في مصر مثلا بدانا النهضه الاقتصاديه والنهضه الصناعيه مع م. كوريا م. شوف النهارده كوريا فين واحنا فين كويس بدانا النهضه بتاعتنا مع سنغافوره طب شوف سنغافوره النهارده واحنا فين مشكلتنا انه الراس الليدر اللي اهتموا بانفسهم وبالفساد وبالمال وبالسلطه والديكتاتوريه كويس انا ذنبي ايه النهارده؟ مم. طب انا ليه احنا كمصريين النهارده بنت... اقتصاديا تعبانين؟ واجتماعيا تعبانين وأخلاقياً. واخلاقيا كمان تعبانين لانه لانه مفيش المثال مفيش المثال لا الليدر بتوعنا كانوا وحشين م. ما تقدرش ان انت تتجنب ده م. فزي ما ادم كان وحش ناس اتولدت وحشه يعني عشان كده لما يكون في ملك بار الامه بتتمتع بالخير لما يكون في ملك شرير م. بتعيش في عذاب الحقيقه الكلام ما بينتهيش <applause> والموضوع كبير ومليان تفاصيل لكن أخيرا دكتور أشرف عايز حضرتك توجه رسالة مم. لكل واحد بيسمعنا دلوقتي وبيسأل سؤال مم. طب أنا رافض إني أكون من عشيرة آدم الأول مم. وعايز أكون من عشيرة وذرية آدم الأخير مم. اللي هو الرب يسوع المسيح النموذج لآدم مم. الجديد أو زي ما الكتاب بيقول الأخير باختصار شديد جدا في دقيقة. آه، بوينتات سريعة يعمل إيه؟ أول حاجة علشان أتغير لابد إن أنا أكون رافض اللي أنا فيه. م. والكتاب بيقول لنا إنه أول حاجة لازم أدركها أدرك إن أنا إنسان خاطئ. المسيح لم يأتي من أجل أبرار، لو أنا حاسس إن أنا بار مش محتاج حاجة، خليك. تمام. كويس؟ لكن لو انا حاسس ان انا وحش وخاطي وأن الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله وانا لا محتمل نفسي ولا محتمل خطيتي يبقى انا ايه؟ دي اول نقطه، تاني نقطه لازم اعرف ان الله احبني في المسيح يسوع. وان المسيح مات من اجل خطاياي، فالخطايا اللي انا تعباني دي المسيح مات من اجلها. الحاجه الثالثه والاخيره اجي واقول له يا رب اؤمن بيك وادي لك حياتي. ونهايه وقتنا احب اسيب معاك اخر جمله قالها وهنكمل طبعا مع الدكتور اشرف عزمي بنشكرك النهارده شكرا على ليك. كل الفيض الرب ليك من ربنا من سي. كلمه الحياه وعايزين نكون بنكمل ما نقفلش الحلقه ونسكت لا اسال نفسك في كل كلمه سمعتها النهارده وصلنا لاخر وقتنا معاكم اعزائنا المشاهدين الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب سلام المسيح معكم امين